موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رضا في رضاك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. سئل عالم شنقيطي نزل القاهرة: من أعلم، أنتم أيها الشناقطة أم علماء القاهرة؟ فأجاب مباشرة مازحا قال: إذا أطفأتم السرج تبين من هو العالم. إذا أطفأتم السرج التي يستنير بها العلماء ممن يريدون أن يقرأوا تبين لكم حينئذ من العالم. يشير إلى أن الشناقيطة تميزوا بحفظهم، وهذا هو الذي عرف عنهم إلى يومنا هذا. ولعل البيئة الصحراوية التي نشأ عليها الشناقيطة بالإضافة إلى حث علمائهم وآبائهم وأمهاتهم على الحفظ هو الذي أهل العالم الشنقيطي لأن يكون عالما متقنا. فالشنقيطي من السهل أن تراه يحفظ القرآن والسنة ومتون الفقه ومتون العلوم الأخرى بالإضافة إلى محفوظاته الشعرية الكثيرة. وإذا كانت الجزائر بلد المليون شهيد فإن موريتانيا هي بلد المليون شاعر. موريتانيا كانت تسمى قديما بأرض شنقيط، شنقيط نسبة إلى مدينة شنقيط، لأن مدينة شنقيط كانت تعد من حواضر العلم، وكانت أيضا تعد منفذا للقوافل التجارية والحجازية التي كانت تخرج من أرض موريتانيا ومدنها وقراها متوجهة إلى بلاد المغرب الأخرى أو بلاد المشرق الشام ومصر أو حتى إلى أرض الحجاز. فلشهرة هذه المدينة صار كل موريتاني ينسب إليها فيقال له الشنقيطي، وقد لا يكون أصلا من أرض شنقيط. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى وهو عالم يمني شهير أن بعد الشقة والمسافة لعلماء شنقيط عن غيرهم وانقطاع وسائل الاتصال في ذلك الوقت هي التي أفقدت العالم الشنقيطي ذلك الذكر الذي كان موجودا عند علماء المشارقة. وإلا فإن عالما مغربيا سئل مرة: لما كان المغاربة مقلين في التصنيف؟ قال: لأننا كنا مشغولين بتصحيح أخطاء المشارقة. ولد الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في موريتانيا، ونشأ في طلب العلم، فحفظ القرآن الكريم والمنظومات العلمية كما ينشأ طلاب العلم عادة في بلده، وتوسع في دراسة الأدب والشعر، ثم رحل في طلب العلم إلى المغرب والقاهرة والمدينة والتي أصيب بها بحمى ثقيلة لم تمنعه من التردد على العلماء في دروسهم، وبقي في الحجاز ما بين مكة والمدينة إلى سنة 1326. ثم لما بلغه استيلاء الفرنسيين على بلاده سافر إلى الهند ثم إلى عمان ثم البحرين ثم الأحساء يطلب العلم ويسعى لنصرة بلاده. استقر الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في عنيزة، وذهب إلى الحجاز ورجع إلى عنيزة مرة أخرى، ونهل منه أهل القصيم ومن علمه. ثم جاءته رسالة في حدود سنة 1902 للعودة إلى بلدة الزبير وإمامة جامع مزعل باشا السعدون. وأسرة السعدون هي إحدى أشهر الأسر التي حكمت جنوب العراق، وكانت أسرة السعدون تتمذهب بمذهب الإمام مالك أسوة بأمراء الخليج في ساحل الخليج الشرقي مثل الصباح والخليفة وآل نهيان وآل مكتوم، هذه كلها أسر كانت تتمذهب بمذهب الإمام مالك رحمه الله. فأسرة السعدون كانت تتمذهب بمذهب الإمام مالك. فلما بنى مزعل باشا السعدون جامعه الشهير في مدينة الزبير طلب أن يكون إمام وخطيب هذا الجامع مالكيا، فقيل له بأن الشيخ محمد أمين الشنقيطي كان موجودا في الزبير وهو الآن في القصيم، فكتبت له رسالة تدعوه إلى أن يحضر إلى الزبير. وبالفعل لما عاد وجد أن مزعل باشا توفي، وقد أسندت إمامة الجامع للشيخ بن راجح من علماء المغاربة الشهيرين، وهو أيضا كان مالكية المذهب. لذلك استقر في مدينة الزبير فترة ثم توجه إلى الكويت. لما جاء إلى الكويت في عهد الشيخ مبارك الصباح، وكان الإنجليز قد احتلوا جزءا من العراق وبدأت
الحملات الحرب ما بين العثمانيين والإنجليز، كان الشيخ محمد أمين الشنقيطي مؤيدا للعثمانيين ضد الإنجليز، والشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت كان قد وقع اتفاقية حماية مع الإنجليز في سنة 1899، ولذلك أزعجه وجود محمد أمين الشنقيطي وأحرجه في ظل وجود المعتمدية البريطانية، فطلب الإنجليز من الشيخ مبارك أن يخرج محمد أمين الشنقيطي، وبالفعل أرسل له رسولا وقال له ما تبات الليلة في الكويت، فتوجه مباشرة وترك أهله في الكويت، توجه إلى الزبير واستقر بها. فلما توفي الشيخ مبارك رجع إلى الكويت مرة أخرى، فقال له حاكم الكويت أنا ذاك الشيخ سالم يخرجك والدي وترجع في عهدي، والله ما تجلس عندي. فرجع إلى الزبير مرة أخرى وأنشأ مدرسة النجاة، وكان قبل ذلك يعد من أشهر المجاهدين الذين وقفوا ضد الاحتلال الإنجليزي على العراق، وشارك في معركة الشعيبة ما بين العثمانيين والإنجليز، كما أنه كان مؤيدا للمجاهدين الليبيين ضد إيطاليا. فظل على هذه الحال إلى أن تأسست مدرسة النجاة في مدينة الزبير، وكان هو عمدة تأسيسها، وساهم أيضا في الجمعية الخيرية الكويتية بدعمها بالمال، لأن أكثر أهل الكويت كان يحب هذا العالم ويعرف صدقه، بل الشيخ أحمد الجابر الصباح كان محبا للشيخ محمد أمين الشنقيطي ودعاه، ولما توفي الشيخ محمد أمين الشنقيطي أبنه الشيخ أحمد الجابر الصباح. لما وصل الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله إلى البصرة راح يدعو للجهاد في سبيل الله ضد الإنجليز، ولم يكتفي بهذا بل شارك في القتال بنفسه في معركة الشعيبة، وهي قرية قريبة من البصرة، ثم استقر الشيخ في زبير والتي لحقت أسرته بعد ذلك فيها إليه، وأخذ في وعظ الناس وإرشادهم، وأنشأ مع جماعة من أهل الزبير في سنة 1339 مدرسة النجاة، والتي تفوقت على مثيلاتها وصار لها أثر جليل. موطني موطني هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما. موطني موطني. لما تولى الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى حكم الكويت، وفي سنة 1932 وجه النادي الأدبي في الكويت دعوة لعالم الزبير العالم الشنقيطي محمد أمين الشنقيطي رحمه الله ليحضر ويلقي محاضرة في النادي الأدبي، وبالفعل حضر وجلس عند الشيخ أحمد الجابر وكان يجله ويحترمه ويحبه، ثم رجع إلى الزبير بعد ذلك وساهم في تأسيس مدرسة النجاة التي تعد جامعة عريقة من أشهر الجامعات في العراق، مع أنها كانت تدرس المدرسة الابتدائية، لكن منهجها كان منهجا عاليا رفيع الشأن. وظل الشيخ محمد أمين الشنقيطي في مدينة الزبير ما بين إمامة وخطابة وتدريس ودعوة إلى الله والتقاء بأهل الزبير، إلى أن توفي رحمه الله في سنة 1932 ودفن في مقبرة الحسن البصري رحمه الله. وعندي مجموعة كبيرة من وثائق تأسيس مدرسة النجاة، حوالي أكثر من 450 وثيقة فيها مراسلات بخط يد الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله يخاطب فيها العلماء والأعيان والوجهاء لدعم هذه المدرسة التي كانت منارة من أعظم منارات العلم في مطلع القرن العشرين. نراكم على خير. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رضا في رضا والحياة والنجاة والهناء والرجاء.